جيزان الفل والفل جيزان. جيزان هي الأرض والمكان حقيقة، فهي مكان الفل وهي زمان الفل. فالفل من آلاف السنين وهو الموروث، وكل بيت من المنازل في منطقة جيزان فهو متواجد فيه هذه الشجرة. بحكم خبرته الطويلة والدورات اللي تابعها كعضو في جمعية الفل النباتات العطرية، عارف إبراهيم أهمية التكنولوجيا الحديثة في مساعدة المزارع، كما صار مرجع في تحديد أنواع النباتات. النباتات العطرية كان نوعين قبل حدود 15 سنة 20 سنة، الآن صار في تنوع في النباتات العطرية. الآن عندنا شذاب، عندنا بعيثران، عندنا الريحان الملكي، عندنا نعناع، عندنا حبق، عندنا المنقراس، عندنا شيح نوعين، عندنا أنواع كثيرة جدا، فأصبح في تنوع في المنتج. انضمينا للنباتات حتى نكمل دائرة الجمعية، حتى تكتمل الدائرة في مرحلة الزراعة متكاملة فل ونباتات عطرية. فهنا وصلنا إلى مرحلة الإنتاج ومرحلة التصدير ومرحلة التنظيم ومرحلة التسويق. احنا الآن الحمد لله عندنا عدة مهرجانات. الجمعية يعني حقيقة الأولوية والأفضلية مشاركتك في المهرجانات سواء في جيزان أو في خارج جيزان، وتكون أنت من ضمن الأعضاء في جمعية الفل، فلك الأولوية في المشاركة في المهرجانات داخل منطقة جيزان وخارجها.